السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم في الاشكال الجميلة دي؟ هنعمل مع بعض طوق جميل للعيد. اعملي البنوتك على شكل الفستان بتاعها، بإذن الله هيعجبها جدا، بالإضافة كمان ان الطوق بتاعنا اقتصادي جدا وهتعمليه بخطوات سريعة. قبل ما تشوف الفيديو بتاعنا هنعمله ازاي، اتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تدعمونا بالشير للفيديو. ولو بتشوفوا قناتي الاول ما بقدم عليها مجموعة متنوعة من الوصفات والحلويات الى جانب اهم الاخبار المتداولة على السوشيال ميديا، وكمان هتلاقوا عليها مجموعة متنوعة من الفيديوهات وطوق العيد وطوق للعيد بإذن الله هتعجبكم. يلا بنا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الطوق بتاعنا هنعمله ازاي. زي ما احنا شايفين انا جبت هنا بكرة شبيه ستان. هنا طبعا احنا مش هنستعمل كل شبيه الستان ده، احنا هناخد بس جزء منه بسيط. والطوق اللي هنشوفه بعد كده هنستخدم شبيه الستان العريض مش الرفيع، يعني ممكن انت في عمل الطوق ممكن تستخدمي الشبيه العريض او الرفيع على حسب الموجود عندك. جبت طوق بالشكل ده، طوق معدن بالشكل ده، وبعد كده جبت مسدس الشمع وهبتدي هنا اثبت شبيه الستان والفه على الطوق بالشكل اللي هنشوفه. قصيت هنا شريط الستان عشان اعرف هنا الفه كويس على الطوق. ادي بخطوات بسيطه وبطريقه سهله جدا هتبتدي تلفيه كله على تلف شريط الستان كله على الطوق بنفس الشكل ده. شريط الستان بقى شريط الستان عامله 2.5 جنيه. زي ما احنا شايفين لفيت شريط الستان على كل الطوق. في جزء هنا عايز يتظبط شويه، هقطع جزء من شريط الستان وباستخدام مسدس الشمع هثبته في الجزء النهائي وهلفه على الطوق كويس. ادي كده ظبطنا بقى شريط الستان على الطوق بنفس الشكل. طبعا هنا ممكن تعملي وردات من شريط الستان، اي نسيه موجوده عندك في شريط الستان بتاعك ممكن هنا تشيليها بواسطه الولاعه. بعد كده ممكن تعملي وردات من شريط الستان او اي اشكال موجوده عندك. انا هنا جبت وردات جاهزه بالشكل ده وهبتدي اثبتها على الطوق بتاعي. بديت احط مسدس الشمع وهثبت هنا الوردات على الطوق. ادي تالت وردة هنثبتها على طول. ممكن بقى لو عايزة تخلي الطوق بتاعك كله بالورد ممكن هنا تكملي الطوق بحاله بالورد. انا اكتفيت هنا بتلات وردات عشان يبقى اقتصادي معانا، وعايزة اقول لكم شكله جميل جدا بالطريقة دي. اي نسايم موجودة عندنا بقى هبتدي اشيلها بواسطة الولاعة. وادي الطوق بتاعنا خلصناه بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. ممكن زي ما بقولك تملي الطوق بحاله بالوردات، ده طبعا على حسب المتاح عندك. وعملت كمان واحد اصفر بالشكل الجميل بتاعنا ده. دلوقتي هنشوف واحد كمان مختلف وهنشوف بيتعمل ازاي. الطوق بتاعنا ده هنشوف دلوقتي بيتعمل ازاي. على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الطوق بتاعنا هنعمله ازاي. ويفت في البدايه دعوه خالصه لوجه الله تعالى لامي ولاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. زي ما احنا شايفين هنحتاج طوق وهنحتاج كمان شريط ستان وكمان هنحتاج ولاعه والمسدس الشمع بتاعنا. اول خطوه هعملها دلوقتي ممكن نستعمل شريط الستان الرفيع زي ما عملناه في الطوق اللي قبل كده طوق الورد، او ممكن نستعمل شريط الستان العريض بالشكل اللي هنشوفه. حطيت شويه من مسدس الشمع وهبتدي بقى اثبت شريط الستان على الطوق بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض.
زي ما احنا شايفين بلف هنا شويه الستان على الطوق بالشكل ده، وممكن طبعا هنا عملنا شويه نص الطوق بتاعنا. هنكمل بقى، ممكن تحط شويه من ممكن نحط شويه من ممكن احط شويه من مسدس الشمع وانا شغاله كده، عشان طبعا اضمن ان شويه الستان يثبت معايا على الطوق. خلصنا هنا لف شويه الستان على الطوق، وهاجي في النهايه احط مسدس الشمع وهثبت بقى الشكل النهائي، وهثبت هنا الجزء الاخير من شويه الستان على الطوق كويس. زي ما احنا شايفين هنا خلاص كده هبتدي اقص، وحاجه هنا لو الشويه الستان معاكي متنسف بالولاعه ابتدي هنا نشيل التنسيب الموجود فيه. هنثبت هنا شويه اخر حاجه بقى في شويه الستان، هنثبتها مسدس الشمع وهقفله كويس. هنا باستخدام الولاعه عملت هنا عشان النسايب بتاعه شويه الستان، ابتدي اقفل شويه الستان على الطوق بتاعنا. هاجي الجزء التاني زي ما احنا شايفين دلوقتي مش متظبط، هجيب قطعه من شريط الستان وهثبتها عليها بالشكل اللي هنشوفه. طريقه سهله جدا ما اخدتش معانا وقت خالص، وادي هنا خلصنا خلاص لف شريط الستان على الطوق. هنجيب وردات بالشكل ده وهنبتدي بقى نحطها على الطوق بتاعنا. ممكن تجيبي تملي الطوق بحاله بالوردات ديت، او ممكن تكتفي هنا بثلاث وردات زي ما انا عملت. هحط مسدس الشمع وهبتدي احط الوردات كده واثبتها على الطوق. وادي الطوق بتاعنا خلاص كده خلصناه. زي ما احنا شايفين وقلت لكم مع بعض ان ممكن طبعا نملى الطوق بتاعنا كله بالوردات دي، هيبقى شكله جميل جدا. ولكن لو التكلفه بتاعتك عايزاها اقل شويه اعمليه بالشكل ده، هتحطي 3 وردات بس هيبقى تكلفته بسيطه. والتوكه البسيطه بتاعتنا عملناها ازاي؟ زي ما بقول لكم دي اسرع توكه واسهل توكه ممكن تعمليها لبنوتك في عيد الفطر المبارك. عملنا مع بعض قبل كده مجموعه متنوعه من التوك، هسيبها لكم باذن الله في اخر الفيديو، ولو محتاجين الطريقه هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف توكتنا عملناها ازاي. في البداية انا هنا هحتاج دبابيس، وهحتاج كمان نظام التوك ديت ما بتتباع هنا جاهزة. التوكة بتاعتنا كمان هنتعرف على تكلفتها. الدبوس من ده الدبوس الواحد عامل نص جنيه، ولكن لو انت جايباهم جملة هيديكي الدبوسين بنص جنيه. كمان هنا التوكة بتاعتنا زي ما احنا شايفين هنا التوكة تكلفتها جنيه ونص. ادي هنا زي ما احنا شايفين بطريقتها سهلة جدا، جبت هنا الدبوس ولزقته في التوكة. ممكن طبعا تستبدلي هنا الدبوس بتاعك بالاستيك زي ما عملنا في التوك اللي قبل كده بتاعت الاطفال الصغيرين. ممكن نستبدل الدبوس بتوكة اللي هي استيك الشعب، ممكن نستبدله فيها ونلزقه بمسدس الشمع. ادي هنا حطيت لزقت هنا الدبوس في التوكه بنفس الطريقه كده، وزي ما بقول لكم دي ابسط واسهل توكه. ممكن طبعا تجيبي مجموعه من التوك اللي احنا شايفينها بالشكل ده وتعمليها طبعا مجموعه مختلفه على حسب الوان الفساتين بتوع بنوتك، وتعملي اشكال مختلفه من التوك بابسط طريقه بالشكل ده. وادي هنا التوكه بتاعتنا خلصناها وشكلها جميل جدا. طبعا هنا ممكن تعملي كل اتنين شبه بعض طبعا هنا على حسب اللي انت حباه،